واخويا هاد الفكره جاتو من عنده من راسو، جا هز التليفون وخارج، راك عارف التلوج والدراري الصغار فرحانين، خرج دار داك الفيديو كيهضر راسو من القلب وكيهضر، وجاي في الطريق تا وصل الدار. هادشي اللي شفنا في داك الفيديو، ما حنا ما شايفينش هاد الفيديو تا جانا من ليه تا وصل ليه، حنا عاد شهر هاد الولد هذا. مشاكل اخويا، خاصنا المدرسه، خاصنا الكوليج، خاصنا القندره، خاصنا السبيطار، وهادشي اللي خاصنا في هاد البلاد، خاصنا الماء، خاصنا الضو. راه كاين 27 دار ما فيش الضو، و 2021 وما فيش الضو، راه كلشي كاين الضو في المغرب. الى هاد البلاصه هادي 21 دار ما فيش الضو، ساكنين خدامين غير في الشمع وسميتو والعواد والبوطا. الوقيته ديال التلوج اخويا، حنا في شهر 9 وشهر 8 كنجمعوا العواد، كنوجدوهم لهاد الوقيته ديال التلج، ديما كنكونوا مستعدين، كنستعدوا على هاد الوقيته. ديما هاد الوقيته خصك تستعد ليه، تشري العلف وتشري البهيمات وتشري الوليدات وتشري وتجمع العواد. ملي تتكون التلج راه ما عندناش فين نخرجوا، حنا كنريحوا هنا في الدار ما تنخرجوا، عندنا فين. الطريق كتقطع لينا 4 ايام 5 ايام، السوق ما تنمشيوش ليه على 15 يوم. ايوا راه هادشي اللي عطى الله اخويا، الله يعز. انت ما كتشوفوا عبد السلام علاش دوا دوا غير على الحوايج مسكينه، راه ضروا البرد. رساله بغينا توصلهم اخويا، هاد الرساله، حنا مضرين في هاد البلاد هادي. هانتوما كتشوفوا الدار كاع مشقوقه، الدار مشقوقه والثلج كاين، ما عندناش منين ندخلوا كاع، باقي الثلج دروك نيت. راه شحال دابا باش داس الثلج، راه باقي عندنا الثلج في الدار. داك الفيديو هو يعني داكشي اللي قال هو، يعني هو هادر من الجسم ديالو، حاس بداكشي فهمتيني، يعني حاس الاحساس. انا ني جاني داك الاحساس غريب صراحه الله. دابا هو مسخروا ولد عمو ولا ما عرفت، المهم مسخروا شي بلاصه، قال له ودي سير صور شي حاجه ولا، المهم مسخروا وجاي في الطريق، جاي في الطريق دابا وكيصور راسو. وحنا عندنا تليفونات العاديات كاع ما فرسنا هذا الشيء هذا. وقال لك دابا اللي بغيت نقول انا، قال لك راه الجمعيه هي اللي صورت، يعني الجمعيه ما فرسها ما يتعاود، ما فرسها ما يتعاود. قال توصل الاخبار من الدراري اللي كاينين في الدار البيضاء مراكش، يا ودي راه السلامة شنو دار شنو دار. عاد حنا مشينا عند واحد الدري اللي عنده الواتساب، صيفطنا داك الشيء، شفنا داك الشيء، قلنا له كيفاش هاد الشيء هذا، حنا ما عارفينش واش غيوصل لهاد الشيء هذا، ما عارفينش حنا. وهو اش طالب؟ طالب غير شي حاجه بسيطه، اي الحوايج والمعيشه. وحنا اي تعباس راه كنعانيو من المشاكل بزاف، عندنا الصحه بعدا ما كايناش، المستوصف باني ما فيه حتى بيطازين ما كاينش، كاين سميتو ما فيهش الدواء. الكوليج دابا الدريات كيقراو مساكن ثلاث الشات، كنخرجوهم مكرفسين بزاف صرا الدراري هنا، والدريات خصوصا الدريات ما كنقدروش نصيفطوهم من الكوليج، الكوليج بعيد علينا فهمتي. بالنسبه لعاوتاني النساء الحوامل، النساء الحوامل عاوتاني الا مثلا شي مرة بغات تولد في هذه الحاله هذه، ما عليها الا تصبر، الا تصبر، ما عندهاش الحل باش تمشي حيت الطريق مقطوعه، ما عندهاش الحل فين تمشي مازال، ما عليها الا تصبر. الى حيا الله هو هذاك ولدات في الدار هو هذاك، ما عليهاش تنتسناو باش عاوتاني يتفتح الطريق. لافيلانس كاينه في الجامعه، ولكن الطريق كيكون تقطع بالنسبه لنا الثلوج، كيكون تقطع الطريق، ما كيتحركش الطريق فهمتي. داك الشيء اخويا الاشاعات، داك الشيء انتم دابا صوروا شفتوا الدار ها فين ساكنين، راه ماشي غير هو اللي كيعاني، راه المنطقه كامله كتعاني، ماشي غير عبد السلام، باش ما نكذبوش على الله نقول راه دي عبد السلام، راه كلشي الدراري ديال النواحي من تيرالين ولا من بكا تالا بعجان، راه كلشي كيعانيو الدراري ولا العيالات، مساكن كيمشيو باش يحطبوا سميتو العواد باش يدفيو ولادهم. الله يحسن العوان، الله ينصر المالك، الله ينصر المالك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.